ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده من مكان جديد، ومكان انا بعد ما اتجدد انا ما جيتوش، يعني لسه جايه، يعني اول مره جيت تقريبا هنا في ابتدائي يعني، واخر مره. النهارده بقى جايين من مكان هنا جديد، وبعد ما اتجدد وهنشوف اتجدد ازاي، ونشوف روعه المكان، ونعيد الذكريات بتاعه زمان معاكم. يلا بينا نبدا ونشوف اللي احنا فين وفي مكان فين وحلاوه المكان بقى. يلا بينا بقى يا شباب. احنا فين؟ احنا عند النعيم، احنا في جنينة الحيوانات. بصوا احنا كده في مدخل جنينة الحيوانات. اول حاجة بدأنا بيها زي ما انتوا شفتوا هو النعيم. دي قطة، فدي تقريبا مش تبع الجنينة، يعني دي بتتمشى في الجنينة زينا. البجا وهو بيعوم، شايفين شكله قمر؟ بصوا شكله عسل قوي. عايز ابوه. شايفين شايفين شوشو البجع وهو بياكل مام؟ خلي عمو يمسكها معايا. عمو بيتخانق على الأكلة أصلا. عمو بيتخانق على الأكلة. جولين تأكلها؟ أو أوي، لا نو ده مش أو أو. ده مش عارفة بيقول صوت إيه، بس مش أو أو خالص. جولين عندها كل الحيوانات بتقول هو هو. تعالي يا جولين انتي وتيتا هنا. شوفوا كمان، عايزين نشوفوا هو بينزل المية. مش عارفة بقى هيرضى ينزل ولا هينفض لنا. يلا يلا هرموت قادر. اهو نازل المية. بصوا جوجو، بصوا منظره يا جماعة، هو بياكل هو بيعوم. قال عايز ياكل بقى الشاي. عسل قوي. قال لهم باي. فرح المدام والاطفال معلم. واو. بص المنظر روعة، شايفين تقريبا البجع واخد مساحة كبيرة قوي قوي من الحديقة. كل مكان فيه مية فيه بجع. شكلهم روعة قوي وهم بيعوموا وهم بيلعبوا، شايفين. بصوا شكلهم واو.
خلاص النهارده يبقى الفلوج كله حيوانات وطيور. بس شايفين صوته يخوف. تعالوا تعالوا نشوفهم هما بياكلوا. هاي جاي تسلم علينا؟ مالك؟ هاي شايفين السمك؟ شايفين منظره عامل ازاي؟ شكله تحفه. شايفينه هو بيعوم؟ روعه روعه روعه. شكله قمر قوي. يلا يا حماسه تعال تعال يا حماسه تعال عايزينك. هاي ويلكم. بص يا جليل بص جليل جليل بيتاكلوا. جليل اهو جليل تعال ايوه جارم كمان ربع سود ستة ثانك يو. انت زهقته عشان خاطر عدل هات له عدل هات له حته بتاعه